اخوتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث عن موقع ضريبة، وبالضبط كيفية تعيين او ازالة ارتباط مع مدقق محاسباتي، او بين قوسين مكتب محاسبات. فكل ما علينا فعله الدخول على موقع الضريبة، الدخول على النظام كالعادة. بعد ذلك عند الدخول سنذهب إلى النظام، نختار الشركة. يجب الدخول بطاقة أحد المفوضين على الشركة، فندخل نختار الشركة. بعد ذلك توجد إدارة الممثل الضريبي للمكلف، وهذا يعني أن الشركة تعين مكلف لتقديم الإقرار الضريبي. هذا بالنسبة لحالات الشركات الغير قطرية 100%، فيمكنها تعيين ممثل ضريبي لتقديم الإقرار الضريبي للسنة، أو شركة قطرية كذلك يمكنها عمل ذلك، لكن هي اختيارية، تبقى اختيارية بالنسبة للشركات القطرية في حال أن رأس مال الشركة يكون أظن أقل من 1,000,000. سأتأكد من المعلومة ده. فكما قلت أنه طبيعة الحال كل الشركات بقطر حتى وإن لم لا تمارس أي نشاط تجاري، يعني الشركة ليست شغالة، يجب تقديم إقرار ضريبي، هذا مؤكد دون نقاش. فبالنسبة لتعيين ممثل ضريبي أو أن الإقرار يقدم من طرف ممثل ضريبي، فهذا بالنسبة للشركات الغير قطرية، وكذلك بالنسبة للشركات القطرية التي رأس مالها أكثر من 1,000,000 ريال قطري، أو أن قيمة الإيرادات تبعها أكثر من 5,000,000 ريال. فهذه الثلاث أصناف يجب تقديم الإقرار الضريبي عن طريق ممثل ضريبي. فسأبدأ الأول، إن كان لديك ممثل ضريبي على الموقع وتريد تغييره، يعني هذه السنة عينت ممثل ضريبي، أو السنة الماضية عينت مكتب ضريبي بهذا المقولة، لكن هذه السنة سأعين شخص ثاني، ممثل ضريبي ثاني، فيجب أولا إلغاء الارتباط مع القديم. فهنا نذهب إلى إلغاء ارتباط، ستجد من هو الممثل المكلف بتقديم الإقرار الضريبي. كل ما عليك هو على عمليات، وهنا تشيل الصلاحيات مثلا. بعد ذلك نرجع مرة ثانية، النموذج تم تقديمه، أي أنه تم إلغاء الارتباط مع الممثل أو المكلف الضريبي. فهنا نقوم بتعيين في حالة جديد، نبدأ الخدمة، هنا نضيف. هنا ستلاحظ أنه لدي ما هو مستوى التفويض، سأعمل تفويض شامل، وتاريخ بداية التفويض مثلا تاريخ اليوم أو تاريخ التي تعيد، إلى متى تعيد أن يظل هذا هو الممثل المكلف الضريبة لديك. فهنا لغاية إنهاء الإجراءات، مثلا أنا سأعطيه شهر لغاية آخر الشهر. بعد ذلك لقد أخطأت، يعني آخر الشهر 5 لازم يكون تمام. فهنا ستجد جميع مكاتب المحاسبات الموجودة بقطر، كلها موجودة هون. فما عليه إلا أن تختار اسم المكتب، أو تطلب من المكتب الذي سيقدم الإقرار الضريبي رقم الممثل، أي رقمه على الضريبة.
فمثلا انا هنا عندي بالنسبه للتمثيل الضريبي اعرف مسبقا رقم التمثيل، نختار الشركه، بعد ذلك نختار الضريبه على الدخل والضريبه الاستقطاع من المنبع، ونعمل حفظ بعد ذلك تقديم، سيعطيك أن ملخص الأشياء اللي اختاريتها، فكل ما ذلك نوصل التقديم بنجاح. فهنا سننتظر من الشركة، أو يجب الاتصال بالممثل الضريبي ليوافق على تمثيلك، وبعد ذلك أي إجراء ضريبي أو أي شيء تم تقديمه على الضريبة سيكون من طرف هذا المكتب، وهو يتحمل المسؤولية الكاملة على الأشياء التي يقدمها في هذه الحالة، بطبيعة الحال من غير الفواتير، فهذه فواتير الشركة، ونحن نتكلم فقط على الإقرار الضريبي الذي سيقدمه على هذا الموقع، وشكرا لكم.